السيارة كانت فيها مشكلة تمشي لحد 80 أو 100 وأطفي السيارة وأشغل وأنا في نفس الطريق، وكانت الأمور ماشية على طول تمشي بعد أطفي وأشغل إلى أن وصلت للمهندس وقام فتح الأكياس الثانية وفخرني الشغالة. طبعا الثاني والرابع طفت السيارة، طفت تماما وقت ما كان يختبر هو، وركبت الأفياش مشيت من عنده وحصلت المشكلة اللي هي ما تعدي 40، وكمان المشكلة إنه ما تشتغل إلا بالمبيت نهائيا. الآن معلش البطارية ضعيفة، كان بإمكاني أطفي وأشغلها بس ما خليت تعبي، وإن شاء الله برسل لك فيديو أوضح وأوضح، بس هذا على السريع على أساس تسمع صوت السيارة. طبعا أنا غيرت الحساس، هذا اللي هو الحساس اللي عند المصدر طلع من نفس ما في اي جديد، يعني ما في فرق.